في مسألة مهمة أوي عايزين نتكلم فيها النهاردة، وخصوصا في الأيام العصيبة اللي احنا عايشين فيها دهيت، أيام كورونا. أيام كورونا، يا سلام. عايز أقول لكم بس حاجة مهمة أوي جدا لازم نخلي بالنا منها يا جماعة. دايما المشايخ والناس بيتكلموا في موضوع التوبة، وفعلا احنا لازم في الايام ده هي نرجع لربنا ونستغفر لربنا اكتر. وزي ما انا دايما بقول نخلي في بيوتنا مساجد. الناس ما بتروحش المساجد الان علشان اللي بالقانون، او ان احنا خايفين من بعض او كده. هو سبحان الله زي ما تحقق كلام ربنا يوم القيامة والايام اللي بتقربنا من القيامة، يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. الناس هتجري من بعضها يوم القيامة، الناس هتهرب من بعدها يوم القيامة، هيهربوا من بعض، أقرب الناس ليك هيهربوا من بعض. وأنا شفت الكلام ده كله، يعني سبحان الله بعينينا الآن بعض الأشياء اللي القرآن تكلم عنها. بتشوف الناس في إيران وهم بيدفنوا الناس اللي ميتين بفيروس كورونا، يعني لفين الراجل حطولهم كلهم في قبر 50 واحد وشالينهم بحبال كده، شالين جثه يجي حوالي 4 بحبال مش بيمسوها، وحاطين جير حجري او جير، الجير هذا اللي عشان اللي بيقتل العدوى. وصراحه يعني نسال الله يا رب ان ربنا يحمينا ويحفظنا واياكم كده هوت من الامراض ومن الشرور ومن كل حاجه يا رب وحشه. ان شاء الله يا رب يحفظ كل المسلمين ويحفظ بيوتنا ويبعد عنا كل الشرور والأمراض والأسقام والبلاء والوباء يا أرحم الراحمين. دي واحدة بس. النقطة اللي أنا عايز أتكلم فيها النهاردة يا أحبتي، يعني موضوع الله يبارك فيكم، موضوع الاختيار. موضوع الاختيار النهاردة، أنا عندي اختيار النهاردة، أنت عندك اختيار. بس أنا شايف إن الاختيار ده هوت بدأ يتقلص شوية مننا. إزاي؟ النهاردة أنا معايا فلوس، أنت معاك فلوس، النهاردة عندك وقت، بس راح منك حاجة، إنك ما تقدرش تطلع من بيتك كتير. إنك كنت بتسافر دول وكنت بتركب الطيارة كل يوم وكنت بتروح أماكن، بطلنا نركب الطيارة كل يوم، بطلنا نروح أماكن. سبحان الله، يعني أنا جاي من صلاة الفجر دلوقتي، إحنا في كاليفورنيا هنا، وصلينا الفجر وعملنا القرآن، قرينا القرآن وصلينا للضحى الحمد لله وجينا. الفكرة جت في دماغي وأنا جاي، طب الآن كان في القرآن، اتعلمنا من القرآن ومن الدين إن الإنسان مخير، صح؟ أنا عندي اختيار وأنت عندك اختيار، طالما إحنا لسه عايشين أو ما متناش، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث ان توبة العبد تقبل ما لم يغرغر، الروح تطلع لهنا للحلق للغرغرة كلا اذا بلغت التراقية اللي هي الترقوتين هنا، او ان كلا اذا بلغت حتى اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون. فاذا الروح ما طلعتش للحلقوم التوبة مقبولة. اما اذا الانسان مننا الروح بتاعته اجت عند الحلقوم او عند الغرغرة أو الشمس لسه ما طلعتش من المغرب، الشمس ما جتش من المغرب، فهنا ربنا يتقبل التوبة بتاعته. أما إذا خرجت الروح وصلت للحلقوم، الحلق بتاعه يعني، لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. فدي نقطة مهمة قوي عايزين نتكلم فيها، مسألة الاختيار. أنا عندي اختيار لسه النهاردة، حتى الاختيار جزئي والله العظيم، بدأ الاختيار يتقلص شوية مننا. طالما أنت عايش فيه اختيار، اعمل خير أو شر، صلي أو ما تصليش، اعمل ده أو اعمل ده، بس مجرد ما الروح تيجي للحلقوم أو للحلق، ومجرد ما الشمس تطلع من المغرب ما عادش عندك اختيار. وعندما يأتي الدخان ما عادش عندك اختيار. عندما تخرج الدابة من الأرض وتكلم الناس، أنا بتكلم على العلامات الكبرى للساعة الآن، ما عادش عندك اختيار، أصبح الاختيار مقلص من إيدك. النهاردة ما عادش عندك اختيار في كل حاجة. أنا بقول لك معاك فلوس، عندك طيارة، عندك وقت،
ما شاء الله هيلثي، يعني عندك صحة تقدر تسافر وتروح وتيجي، وعندك اختيارات كتيرة جدا جدا، ممكن تقدر تعمل حاجات كتير. الوقت ما تقدرش تعملها. الوقت الكل بينادي stay home، ما تقدرش تطلع برا البيت عشان كورونا فيروس. في أمريكا، في الميدل إيست، في الدول العربية، في أي مكان حول العالم، في وباء الوقتي، في جلوبال إبيديميك، في 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 وباء عالمي الآن، في وباء عالمي الآن. فالاختيار يتخلص مننا شوية. فأنا بقول الكلام ده ليه؟ مش عايزين نبقى زي فرعون يا جماعة. فرعون لما ربنا جاوز ببني إسرائيل البحر، الآية في سورة يونس، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، فأتبعهم فرعونه ها وجنوده بغيا وعدوا. هم فرعون وجنوده عايزين يقتلوا بني إسرائيل. ربنا عدى بني إسرائيل من البحر الأحمر، وفرعون بيعدي زي ما أنتوا عارفين، غرق. لما غرق هو جنوده، الرجل قال إيه؟ قال أمنت، أمنت أنه لا إله إلا الله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فرعون قال كده. ففي الوقت اللي هو فرعون قال أنا من المسلمين وبيغرق، والروح طلع عند الحل، وفي البراسس تبع الموت بتاعه، قيل إن سيدنا جبريل كان بيجيب الطمي ويحطه في فوقه، ما خلاص يعني، ما يعني كان بيجيب الطمي ويوضعه في فمه يعني. ففرعون قال آمنت في الوقت ده. فربنا في النهاية قال له إيه؟ الآن، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فيا جماعة، ما في الخيار ممكن يتخلص من إيدينا كلنا. الوقت قلت لك كده، ما عادش عندك خيار حتى تروح الجامع تصلي، والله العظيم شيء مبكي. ما فيش عندك خيار تروح الجمعة تصليها، شيء مبكي ومحزن. ما عندكش خيار حتى تقدر تروح تعمل عمرة، مبكي ومحزن. والأصعب جاي، الأصعب جاي، ربنا يسترها معانا يا رب كلنا. أنا قاعد النهاردة مش بفكر في فيروس، عمري ما فكرت في الفيروس ده ولا كورونا فيروس. ربنا يحفظنا وإياكم إن شاء الله. احنا بنقول أذكارنا كل يوم ونتوضى، وبنحاول نعمل اللي ربنا سبحانه وتعالى قالهولنا. بس حاجة مهمة خالص، حاجة مهمة خالص لازم نفكر فيها يا جماعة، حاجة مهمة خالص لازم نفكر فيها. أنا قاعد بفكر في حاجة اللي هاممني الآن. شهر رمضان عملنا تيكت للشيخ جاي من مصر، فضيلة الشيخ إبراهيم المسلمي، وعملت له تيكت على الطيارة الألمانية، بالمصرية والألمانية، عشان يجي عندي على لوس أنجلوس هنا. وأنا صراحة الشيخ يعني لسه محد الآن ما كلمتوش والله، يعني يعني ربنا يسترها يا رب. أنا حزين جدا. أولا الشيخ مش هيجي، ربما يجي أو ما يجيش ما نعرفش، تيكت موجودة، ربنا يا رب يكشف الغمة. المشكلة مش في حتى ما يجي الشيخ، المشكلة في إن هيسمحوا لنا نصلي التراويح ولا لا. المشكلة إن القانون هنا اتفعل من امبارح، ممنوع 10 يتجمعوا في مكان واحد. القانون متفعل هنا في كاليفورنيا، ممنوع 10 يتجمعوا في مكان واحد، سواء بقى مسجد ولا كنيسة ولا مش عارف ايه، لان ده خطر. ممنوع 10 يتجمعوا في مكان واحد. النهاردة انا كنت بصلي الفجر باربعة، اربعة لكن عندي اربع صفوف، وقت اربعة بيصلوا، والاربعة دول يعني بدأوا يتخلصوا شوية شوية لان الناس خايفة، فيعني يمكن اصلي بقى لوحدي، وانا مش هقدر استغنى عن صلاتي في المسجد صراحة. يعني يعني ما تعودتش من 30 سنة ان انا ما صليش امام او ما صليش في المسجد. يعني حتى الوقت اللي بروح فيه اجازات somehow كده بروح الجامع، الناس بتزقوني اصلي، يعني بيقولوا لي انت تخش تصلي، حتى الامام نفسه بتاع الجامع. فيعني ما تعودتش ان اصلي لوحدي في البيت، ما تعودتش ان ما اصليش جماعه، ما تعودتش ان اصلي ما اصليش امام. يعني انا كبرتك في الموضوع ده، يعني سبحان ربنا يتقبل يا رب، يعني سبحان الله. فانا عايز اقول لكم يا جماعه، النهارده انا عندي اختيار. ربنا سبحانه وتعالى لما خلق السماوات والارض قال هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش، او في ايه ثانيه وكان عرشه على الماء، قال ثم استوى الى السماء، في سوره فصلت ها ثم استوى الى السماء وهي دخان، فقال لها وللارض ائتيا، ائتيا ها في التجويد، ائتيا طوعا او كرها، قالت أتينا طائعين.
خلي بالكم الكلام بتاع القرآن، يبقى ربنا لما خلق السماوات والأرض وكانت السماء دخان، ربنا عز وجل نادى السماوات السبع والأراضين السبع تعالوا لي طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. ما عندناش أي تشويس، ما فيش اختيار. ربنا خلق كل حاجة وما عطلهاش اختيار، إلا مكلفة خلاص، as is مكلفة زي الملائكة كده، فيش اختيار، فيش اختيار عندهم. إلا الإنس والجن عندهم اختيار، لذلك ربنا ادهم التكليف، ادهم المنهج. والمنهج بتاعنا هو منهج الجن، والرسول بتاعنا هو رسول الجن. نعم، فادهم المنهج. فلما ادهم المنهج عمل لهم اختيار. الاختيار اللي معايا ومعاك، يا إما أنت تؤمن أو تكفر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الاختيار اللي معايا ومعاك إن أنت تصلي أو ما تصليش. الاختيار اللي معايا ومعاك إنك تكون مؤمن أو لا، إنك تعمل خير أو لا، أنت حر، أنت حر. الاختيار اللي معايا ومعاك إنك تتقرب إلى الله أو ما تتقربش، إنك تمشي في النور أو الظلمة، إنك تمشي في طريق الهداية وطريق الضلالة. ده أنت عندك اختيار كامل، عشان كده أنت مكلف. لذلك ربنا قال في القرآن الكريم في آخر الآيات في سورة الأحزاب، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. ليه؟ لأن ما عندهمش اختيار. يعني شيخنا الكبير الله يرحمه الشيخ الشعراوي قال كده، وده كلام في العقيدة، ما عندهمش اختيار، فيش اختيار ولا تكليف للسماوات والأرض، إنما التكليف ليا وليك وللإنس وللإنس والجن يعني. فأبين أن يحملها وأشفقنا منها. مين اللي حملها؟ أنا وإنت وإنتي. وأشفقنا منها وحملها الإنسان، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليه ربنا قال على الإنسان ظلوم وليه ربنا قال على الإنسان جهول؟ لأن هو اعتمد على إيه؟ اعتمد على الاختيار، واعتمد على ان هو مكلف، او ان ربنا اعطاه اختيار فقال لك انا عندي عقل فانا هختار، فاختار يشتري الامانة. واكبر امانة هي امانة الدين. فلذلك احبتي يعني اخوتي واحبتي، والله امر مهم جدا النهاردة مسألة الاختيار. وانا قلت ان مسألة الاختيار بدأت تتقلص مننا شوية شوية. تتقلص مننا ازاي؟ انا قلت لك كان الاسبوع اللي فات او من اسبوعين كان ممكن انا وانت نسافر، نركب الطيارة، نروح اي دولة، نروح نعمل عمرة، حتى نروح الدكان نجيب اغراض لعيالنا ياكلوا ويشربوا. كان ممكن اخد عيالي اطلع اتفسح بيهم في اي مكان، ما عادش قادر اطلع اخد عيالي واتفسح. اولادي كانوا بيروحوا الجامعة، ما عادش قادرين يروحوا الجامعة. الكلام ده هنا في امريكا، انا بكلمكم على مصر برضو، اكيد الدول العربية نفس الموضوع. كنا نقدر نطلع نتمشى بالليل، نقدر نروح هنا. الحياة واقفة بطريقة رهيبة يا جماعة. يبقى بدأ الاختيار يتقلص مننا، يعني بدأ الاختيار يتقلص، وده علامة من العلامات. ربنا سبحانه وتعالى بيقولك فوق، اصحى، ده أنا هاخد منك شوية شوية الاختيار بتاعك. ما عادتش قادر تطلع من البيت، ما عادش قادر تروح المحل تجيب أغراض، وإذا لقيت ممكن تلاقي وما تلاقيش. ما عدتش قادر تاخد عليك وتفسحهم، ولادك مش قادرين يروحوا المدرسة. ما عدتش قادر تعمل ايه؟ خايف من كورونا فيروس. فيروس غير مرئي. يعني لو جبنا حباية رز وقسمناها 100,000 مرة، العلماء يقولك كده. عارفين كورونا ده عبارة عن ايه؟ حباية رز واكستندت، يعني اكستندت يعني اتكسرها 100,000 مرة. الجزء اللي هيطلع من 100,000 من حباية الجزء دي هو ده حجم الكورونا. اللي مفرز العالم ومبهدل اقتصاد العالم، والعالم قاعدة متفرزة في التلاجة. شايفين؟ شايفين ربنا كيف قوي يا جماعة؟ ده أي إنسان أو أي دولة في العالم عايزة تبين قوتها بتجيب الجيش بتاعها وتستعرض بقى، والطيارات والصواريخ والمضادات الأرضية والأربيجي والجنود والقوة والصعقة والبتاع. ليه؟ بيبين قوته لغيره عشان يخاف منه. ده بسموه الإرهاب. الارهاب انك ترهب عدوك او ترهب الخصم بتاعك فيخاف منك، يقول لك ايه؟ ابعد يا عم عنه، ده يا عم ده ياكلني يا عم، ما تجيش جنبه ده. تمام؟ والارهاب على فكره، الارهاب
افهموها صح، ما تقولوش الشخصية جمعة بقول غلط. الإرهاب في القرآن معناها منع الحرب. أنت عارف إزاي؟ ها؟ أنا مش إرهابي، هو الإرهاب حطوا لها كلمة غلط. إنك ترهب الناس يعني تتعدى عليهم بغير حق، ده كلام غلط. إنما المقصد في كلمة الإرهاب ترهبون به عدو الله عدوكم، إن أنت لما تخوف عدوك بقوتك هو عدوك هيبعد ويقول لك لا يا عم ما نحاربش، يبقى مع أنت عملت سلام كده. ده التفسير الصح ليها يعني. أنت كده عملت سلام. فلما ربنا سبحانه وتعالى البشرية الموجودة دي كلها بفيروس 100,000 جزء من حبات رز ما انت شايفه حتى بالميكروسكوب الالكتروني مش قادر تشوفه، الفيروس ده عبارة عن حتة بروتين بيدخل من خلال الهواء او النفس على الحنجرة يقعد له 4-5 أيام كده يتفاس يتقوى كده وياخد وضع يعني يظبط الكرسي بتاعه في الجسم، وبعد كده يخش على اللونجز اللي هي الايه الرئتين. لما يخش على الرئتين يعمل ايه؟ يخش في الخلية، ويبدأ لما يخش في الخلية يعمل فيها ايه؟ يبدأ يأكل فيها حتة بحتة حتة بحتة، لما يفجرها يقوم رايح لخلية تانية. ده شغل الفيروس بتاع الكورونا، يفجر خلية يفجر دي يفجر دي يفجر دي، تيجي انت تتنفس تبدأ ما انتش قادر. هو ده بالظبط اعراض الكورونا، يبدأ عندك صداع شديد، حرارة عالية جدا، عينك هتبص تطلع منك، ما انتش قادر تتحمل. الناس اللي عندها بقى أزمة واللي بيموت واللي عنده أي ترتيب في الجهاز التنفسي أو اللي بيشرب سجاير أو اللي بيشرب حشيش أو اللي الجهاز التنفسي بتاعه خربان، بتلاقي الإنسان ده سبحان الله في النهاية إيه؟ بيفيص على طول بيفيص. لذلك بقى اللي بيموت مين؟ ناس العواجيز الكبار قوي، الواحد اللي ما عندوش أميون سيستم اللي هو الجهاز المناعي بتاعه تعبان، والفيروس ده شغال على الجهاز المناعي. إذا الجهاز المناعي ما قدرش يصد، مش قوي إناف إن يقدر يصد الفيروس ده، بتلاقي الإيه؟ الفيروس بيأكل الجسم وبيبدأ بالرئتين، والرئتين هم الأساس والقلب عندك في الجسم. إذا الرئتين ضربوا القلب خلاص انتهى الموضوع، راحت. يبقى عندك حاجات مهمة جدا، الرئتين والقلب والكبد والكلاوي، دول أهم حاجة عندك يعني. إذا راحوا انتهى الموضوع، يعني حتى الطحال ممكن تشيله وتعيش، تمام؟ فاللي أنا عايز أقوله يا جماعة، أنت في الدنيا عندك اختيار، والاختيار بدأ يتقلص منك شوية شوية. إنك مش قادر تتحرك، مش قادر تروح مسجدك، مش قادر تعمل الحركات والحاجات اللي كنا بنعملها قبل كده وأخدناها إيه؟ جارانتيد. جارانتيد يعني إيه؟ يعني كنا واخدينها مضمونة كده، إن إحنا إيه؟ ضمننا الحياة بقى، عندي عربية وعندي شغل وبعمل فلوس ومزاجي حلو والواد عايش والدنيا تمام وبسافر وبروح وباجي والعيال بالدراسة وقاعد أتفسح وعايش حياتي. النهاردة الحياة بدأت تتخلص منك شوية شوية، يبقى الاختيار بتاعك بدأ يقل شوية شوية. عمركوش فكرت في النقطة دي؟ لا عدت قادر أروح الشغل بتاعي ولا أروح مدرستي ولا قادر حتى أروح مسجدي اللي بصلي طول عمري فيه ولا صلاة الجمعة بتاعتي اللي عمري ما توقفت عنها، وخايف للفيروس الملعون ده يخش على الجسم وما انتش حتى عارف الأعراض بتاعته هتيجي إمتى وموجود ولا لا، ممكن يكون موجود عندي حتى وأنا مش عارف. فلذلك يا جماعة الاختيار بيتقلص مننا شوية شوية، الاختيار بيتقلص مننا شوية شوية. طيب يعني كان ربنا بديك إشارة كده، بديك إشارة بقول لك طب خلي بالك، طب توب، طب ارجع. لو ما صليتش النهاردة يا معلم هتصلي إمتى؟ لو ما توبتش النهاردة يا معلم هتتوب إمتى؟ ما أنا باخد منك الاختيار بتاعك شوية شوية أهو، وإمتى الاختيار يروح مني؟ إذا أنا روحي طلعت للغرغرة أو الشمس طلعت من المغرب، لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. فالآن إذا طلعت الشمس من المغرب وإذا الروح طلعت للحلقوم للحنجرة والدخان يجا والدبة طلعت، دي العلامات الكبرى بعد لهم 10. فالآن المهدي طبعا جاي والمسيخ الدجال جاي والنار اللي من قعر عدن والزلازل اللي في المشرق والمغرب، المهم دي العلامات الكبرى. يبدأ إيه؟ ربنا بدينا إنذار دلوقتي أهو، يا عالم يا اللي انتوا بعدتوا عني، يا عالم فوقوا بقى، يا عالم تعالوا بقى تذكروا القيامة. الأخ بيهرب من أخوه واللي بيموت حتى بيرموه كده هوت في القبر. يعني شفت شاب مصري امبارح في إيطاليا قطع قلبي صراحة، أنا شوف ما حزنتش على حد إلا على الشاب ده، لقيته بدأ في الثلاثينات هو وقاعد يعيط
بيعيط ليه؟ كان في إيطاليا هو. بيقول أنا مش خايف من، يعني أنا فهمت كده، هو مش خايف من الكورونا ولا خايف من الموت. في إيطاليا الآن اللي بيموت بيدفنوهم في مقابر جماعية، وأحيانا عشان ما فيش مقابر أو عشان تكلفة عالية جدا بيعملوا إيه؟ تكلفة عالية للعلاج والتكلفة عالية للدفن. أنت ما تعرفوش، تعرف اللي بيدفن هنا في كاليفورنيا بيكلف كام يا جماعة؟ اللي بيدفن عندنا في كاليفورنيا هنا بيكلف 10,000 دولار وأحيانا 12,000 دولار. تعرفين 10,000 دولار يعني قد إيه فلوس؟ شوف، عارفين اللي شفت الموت غالي إزاي هنا؟ أه والله العظيم، عشان تعمل له قبر كده 6 فوت يعني تقريبا كده مترين ارتفاعه، في مترين طوله او متر ونص، مترين في مترين ارتفاعه وطول يعني عرضه وطول، بيكلف 10,000 دولار اللي بيموت هنا. فالشاب اللي في ايطاليا المصري بيعيط ليه؟ لان بيحرقوه اجسامهم طبعا، اللي هيتغسل ممنوع يتغسل، حتى في ايران بيرموهم كده بدون غسل، يعني هيغسل ايه؟ ما بتغسل، لان عنده عدوى هيعمل انفكشن للجسم اي حد تاني هيعديه، فعشان كده رميينه كده وخلاص، او بيحرقوه عشان يتخلصوا كمان من الفيروس اللي موجود عنده عشان ما يعديش حد تاني. فالشاب بيعيط، لا عارف يروح مصر ولا عارف يرجع ولا عارف يعمل اي حاجه خالص، وبيعيط عشان هيتحرق لا قدر الله لو مات او جرح، ربنا يحفظه. فالموضوع صعب. فانا بنصح اخواننا في مصر خصوصا بلدنا وحبايبنا واهلينا وبلدنا الجميله مصر، ربنا يحفظها ويحفظ اهلها يا رب، ويجعلها دايما كده بلد امينه مستقره، امين يا ارحم الراحمين، ويحفظ جيشها ويحفظ جنودها. واحد بقى هيقول لك الشيخ سيد اهو، لا يا حبيبي انا في امريكا وامريكي وعايش في امريكا وراجل دكتور ومعروف وما بستنفعش من مصر بحاجه، بالعكس انا بنفع مصر، ما بستنفعش من مصر بحاجه، لا محسوب على جيش ولا محسوب على حاجه، بس انا بقول لك الحقيقه. ايوه، ما في واحد يقول لك بيطبل، اطبل لمين؟ اروح امك ام سوري، يعني اطبل لمين؟ انا ما بطبلش لحد، انا الحمد لله راجل امريكي عايش في امريكا والحمد لله عندي كل حاجه بفضل الله عز وجل، مش محتاج من حد حاجه الحمد لله بفضل الله، فمش هطبل لحد. انا بقول لك الحقيقه، ربنا يحفظ بلدك ويحفظ جيشك ويحفظ قومك ويحفظ شعبك ويحفظ بيتك. ايوه بالظبط كده، نقف مع بعض. الناس بتموت، لا احنا نقف مع بعض. سيبكم بقى من التهريج اللي فات ده كله، ربنا يا رب نقف ونتكاتف عشان نبقى مصريين جمال كده واقوياء، عشان ايه؟ عشان محدش يهزنا، ده المطلوب. فاللي انا عايز اقوله اخواننا في مصر، يا ريت احنا نحافظ المية والصابون، المية والصابون عند اي حد فقير وغني. والله العظيم انا ما اقول لك على حاجه، الهاند سانيتايزر اهو الناس بتدور عليه في امريكا مش لاقيينه، اكتر حاجه مطلوبه هنا، وانا عندي جي 7 أو 10 من دول، وانا بستعملهم اهو رماها في العربيه كده، لان مراتي قالت لي انت بتروح تتعامل مع الناس في الجامع وخايفين، فايه اغسل اعمل ايدك قبل ما تخش البيت وكلام ده، والله لسه هيت لا بستخدمها ولا بتاع. المايه والصابون، المايه والصابون، عندي عربيتي مليانه ما شاء الله، عندي سواك اهو، عندي سواك تاني اهو، عندي ايه تاني؟ عندي عطور، فاتح محل هنا في العربيه، فشايفين. فالله يبارك فيك يا رب. المايه والصابون، ما تحاولوش تحتكوا في ناس كتير، ما تتجمعوش في اماكن كتير، حافظوا على نفسكم وعلى اولادكم، لان لو واحد حمل الفيروس وراح لعيلته فيها 13 15 10 20 بيتعامل مع الناس دي هينقل المرض وبدون ما يدري، وحتى يمكن سبحان الله هو ممكن يتعافى منه ولكن غيره هيمرض. فاحنا مش عايزين نسمع اي كلام الناس اللي بيهبلوا، اسمعوا كلام الدكاتره المتخصصين، الناس اللي عندها علم في المساله، عشان نستفيد ونحاول نبعد عن التجمعات. تاني، نبعد عن التجمعات، لو عندك كمامة حطها، حاول والله العظيم ما تطلعوش من البيت إلا للضرورة. الجماعة اللي بيشربوا سجاير يبطلوا سجاير، علشان السجاير بتهدم، يعني عيني عندك جهاز المناعة تعبان جهاز المناعة تعبان، وعندك فيروس هاجم على الجسم بتاعك، وعندك ايه تاني، وبتشرب سجاير والسجاير بتخش على الرئتين والمرض ده بيروحش على الرئتين، فانت الوقت بتهدم في نفسك كده. لا، حاول تتقلص بقى من الكلام ده كله، وحاول نرجع لربنا سبحانه وتعالى، والله ليس لها من دون الله كشفة. ربنا خالق الاكوان سبحانه وتعالى، وهو اللي هيقدر سبحانه وتعالى يبعد عنا كل حاجه. ولو عندك حبه سوداء او زيت حبه البركه رخيص، هاتوا معلقه كل يوم الصبح كده، ودي عندك تمر ادي 3 الصبح كل يوم، ها عندك زيت زيتون اشرب لك معلقه ادهن جسمك بيه، هيتغرغر بزيت الزيتون، ميه وملح، ما معكش اي حاجه خالص، ميه وملح وتغرغر بها قبل ما تنام، هتموت لك الايه
الفطريات وتموت لك الحاجات اللي موجودة. انا بقولش انا دكتور، انا مش دكتور بشري ولا طبيب ولا حاجة، انا مش طبيب لا، بس انا بقول لك الحاجات اللي بسم الله توكلت على الله الصبح، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله، ها اللي يبدأ الشياطين تقول ايه، كيف لكم برجل كفية ووقية وهدية، تمام، ها اقرأوا المعوذات كل يوم، والله دي احاديث صحيحة يا جماعة. قل هو الله احد 3 مرات الصبح، قل اعوذ برب الفلق 3 مرات الصبح، قل اعوذ برب الناس 3 مرات الصبح. الحاجات دي كلها باذن الله وقاية وشفاء. وتدعو بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللي بيقول اللهم إني أعوذ بك من البرص والجذام والجنون وسيئ الأسقام. ندعي ربنا بالأدعية دي كلها، ونقرأ المعوذات قبل ما تنام ونرقي نفسنا بيها، ونبدأ إيه حملة النظافة كده، ما ننظف إيدينا معلش يعني هو الوضوء اللي احنا بنعمله كل يوم، ها كده هو تنظف ايدينا كده بماء وصابون ونسيبها 20 ثانيه في ايدينا، الصابون كده ايه وقعد يلعب في ايدك كده 20 ثانيه، 20 ثانيه ولا حاجه، كده 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 ها كده هو. والبراجم دي اللي الرسول قال عنها من السنن، دي البراجم هذه بيسموها البراجم، ها ننظف، لان في هنا لحم كده ايه متكاتف، نغسل بالماء والصابون كده اهوت، وبين ايدينا صوابعنا كده اهوت كده اهو، من هنا ومن هنا ومن هنا ومن الحته دي كده والصوابع دي كده، ايوه نغسل كده الايدين والمناخير كده مضمض وكذا والوضوء والحاجات دي كلها 5 مرات في اليوم. وندعي ربنا سبحانه وتعالى ونقول يا رب احفظنا واحفظ اهلينا، وابعد عن بيوت المسلمين وغير المسلمين الشر، وابعد عنا الالام والاسقام والاوبئه يا رب العالمين. مهم جدا جدا. والنصيحه الاخيره اللي عايز اقولها لحضراتكم، عندنا اختيار الان نصلي، عندنا اختيار الان يعني ان احنا يا عم ما فيش المساجد مقفوله، لا من السنه ان انت تخلي في بيتك مسجد. تخلي في بيتك مسجد ازاي؟ الصحابه كانوا بيعملوا كده، انك تصلي فيه النوافل حتى في الايام العاديه، واهل بيتك البنات والست اللي في البيت تصلي الفرائض في المسجد ده. ايه المسجد ده عباره عن ايه؟ عباره عن مصليه كربت، مصليه عارفين المصليه اللي بنصلي عليها، تحطها في زاويه كده ما يكونش حد بيمشي فيها كتير، وتكون الزاويه دي متخصصه للايه؟ للصلاه. ده المفروض كده. واجعلوا بيوتكم قبله، ها مش ربنا قال لسيدنا موسى وسيدنا هارون لما كانوا في مصر واجعلوا بيوتكم قبله؟ ايوه كده، نخلي بيوتنا قبل، قبل يعني نخلي في بيتنا مسجد نصلي فيه النوافل. والوقت احنا ممنوعين من المساجد نصلي فيه الجمعه، 3 رجاله ممكن موجودين، واحد يعمل الخطبه، والخطبه هي الحمد لله والثناء على الله والشهادتين، ونقول الايات بتاع تقوى الله اتقوا الله، وبعدين الخطبه الثانيه لو نعمل دعاء واستغفر الله وخلاص الجمعه خلصت. بس تقدر انت تعمل كده في اهل بيتك؟ راجل ومعاه عيلين ولاده ومعاه زوجته وبناته، ايه تقدر تعمل الجمعه في البيت؟ او تصلي صلاه الظهر بدل صلاه الجمعه، تمام كده، صلي صلاه الظهر 4 ركعات قبل و4 ركعات الظهر وركعتين بعد الظهر، ده تمام كده 12 ركعه بالسنن الرواتب يعني المؤكده، فنقدر نعمل كده. فانا عايز اقول والله يا جماعه عندنا اختيار النهارده، والاختيار بدا يتقلص مننا اهو، ممنوع نطلع بره، ممنوع ممنوع ممنوع، وانا عندي كل الوقت والفلوس وعندي كل حاجه واقدر اعمل، بس مش قادر. الرئيس والمرؤوس، الوزير والغفير، كله شكل بعضه دلوقتي. ليه؟ بدأ الاختيار يتقلص مننا. والاختيار ده يتقلص خالص لما نموت، ما عادش مسلوب الاختيار، مجرد ما نموت ما عادش عندي اختيار في أي حاجة. في أي حاجة، ربنا اعطاني الاختيار في فترة الامتحان بتاعت الدنيا دي. اللي هي الابتلاء. وهذا المرض احنا بنقول عليه هو بالنسبة للمؤمن ابتلاء، وبالنسبة لغير المؤمنين أو الناس العاصين والعياذ بالله التانيين بلاء. بيسموه تيست فور ذا مؤمن اند بانشمنت فور اذرز. فاحنا اعتبر رحمه يا سيدي، حديث عائشه قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الطاعون رحمه للمؤمنين. فهو اعتبر رحمه، اعتبر البلاء ده هيقربك من الله. من فوائد بقى كورونا، انا مش انا بالنسبه لي ماليش فوائد صراحه، ده ابتلاء كبير. ولكن احنا الريزالت او النتائج اللي ممكن نقول عليها ان انت هتتقرب من اولادك اكتر، اولادك في البيت، تشوف مشاكل عيالك اكتر، العيال اللي انت مشغول طول عمرك بتجري وسبحان الله ربنا اداك فرصه انك تقعد معاهم في البيت وتنصحهم بناتك واولادك وتحبهم وتاخدهم في حضنك وتقرب نفسك منهم وتشوف مشاكلهم ايه. دي واحده من الحاجات اللي احنا ممكن نستفيد من وجودنا في البيت. انا قرات نكته ضحكتني قوي على مصر صراحه، ضحكتني قوي قوي يعني. بيقول لك المصريين عندهم مشكله كبيره، ايه المشكله؟ بيقول لك لو سابوهم ينزلوا وبدون اي وعي وبدون اي يعني رولز او 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 يقول لهم خلي بالكم الكلام ده ويعملوا يعني يمشوا في الحاجات اللي بيعملوها كل يوم، ممكن 50 مليون مصري لا قدر الله استغفر الله يموتوا، يبقى البلد خسرت 50 مليون.
ايه لانها ممكن العدوى تيجي، والعياذ بالله ربنا يكفينا الشر يا رب واحفظ مصر واهلها. ولو سابوهم في البيت ال 100 مليون هيبقوا 150 مليون بعد شهر ما شاء الله، هيخلفهم لو عندنا 50 مليون لسه شباب او يعني لسه بيخلفهم ما شاء الله، هتلاقي مصر بقت 150 مليون لان هيقعد في البيت ما وراش حاجه، هيعمل ايه؟ هيخلفوا عيال. طيب هذه حاجه تضحك برضه. فعلى العموم خدها فرصه نتقرب الى الله ان شاء الله. ما عندناش حاجه بدل ما احنا عندنا على السوشيال ميديا والتلفزيون والحاجات دي كلها، لا والله العظيم يا جماعه فرغ نفسنا كده هوت، التوبه الجامعه والاستغفار والحاجات دي كلها هتقوينا زي ما ربنا سبحانه وتعالى بين في القران. سيدنا هود قال لقومه يعني ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يعني يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوه الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. عندنا اختيار، مجرد ما نموت ما فيش اختيار، الشمس تيجي من المغرب ما فيش اختيار، ويجي دخان ما فيش اختيار، يجي المسيخ الدجال صدقوني ما عادش فيه اختيار. فبقول لك لا ينفع نفس ايمانها لم تكن امانه من قبل او كسبت في ايمانها خير. يعني واحد ما بيصليش والشمس طلعت من المغرب، فلما يشوف الدنيا بقت ضلمه 3 4 ايام ما عادش فيه نهار، دي معناها هيقوم رايح على الجامع يجري، يا رب انا تبت يا رب، حصلي النهارده يا رب، اتس اوفر يا حاج خلاص. حتى لو عايز تصلي ربنا مش هتقبلها منك، لان لا ينفع نفس ايمانها لم تكن امنت من قبل، ده القران قال كده، او كسبت في ايمانها خير. فلذلك احنا قبل ما الخيار، مش الخيار، الخيار الاختيار التشويس يروح مننا، سواء بكورونا او غير كورونا او بالموت او الشمس تطلع من المغرب ومن علامات القيامه الكبرى، نبدا لازم مهم قوي 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 ان احنا نرجع لربنا ونعود لربنا ونستغفر ربنا ونعمل توبه جامعه كده ونقول ايه، اللهم توب علينا جميعا وعلى المسلمين امين، واهد الناس يا رب العالمين. وربنا قال في القران وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. يبقى احنا مطلوب مننا توبه جامعه ايها المؤمنون لعلكم تفلحون، مطلوب مننا توبه جامعه. ويا ريت يا جماعه بدل هدر الوقت اللي على السوشيال ميديا، العيال الصغيره اللي بتطلع في مصر دول، البنات الخايبه دي اللي بتطلع عريانه وبتطلع بشعرها، يا ريت يا جماعه يا ريت يا ريت يا ريت ما نسمعش للناس دي خالص، لان ما عندهمش معلومات ومعلومات مغلوطه. وللاسف الشديد بحزن لما الاقي بنت يعني اي نعم مصريات عايشين في اوروبا وعايشين في امريكا وغير مصريات وات ايفر ماسكين القران وقاعدين بيالفوا وقاعدين بيخرفوا ولا حتى عارفين يقروه، ولا حتى يمكن ما بتعرفش اكسكيوز مي يعني ما بتعرفش تروح تتوضا اصلا، يعني ما بتعرفش حاجه، بتضحك على الناس بالميديا. المهم هي مطلعه نص صدرها باين عشان الناس تتفرج عليها، وده مش وقت نعمل فيه كده. والشيء المحزن والمضحك في نفس الوقت، شفت واحده رقاصه على اليوتيوب او على الفيسبوك، ما هو الفيسبوك بيبعت لوحده كده، وحتى ماسك يعني بترقص، وحتى ايه، حتى الماسك اللي هو البتاع ده اللي على وشها عشان الكورونا فيروس. فانا ضحكت، وفي نفس الوقت ضحكت على غبائها، وفي نفس الوقت قلت ايه ده، الناس يعني للدرجات دي كده معقول؟ طب انت يعني سايبه جسمك عريان ومغطيه بقك، يعني انت مش خايفه من ربنا وخايفه من الكورونا؟ ما هو ممكن الكورونا تدخلك من مناخيرك، يعني تدخلك من ودانك، ربنا لو عايز هيموتك هيموتك. فيعني انا مش يعني ما بلومش حد ولا عايز الوم اي حد، ولكن عايز اقول ربنا يهدينا كلنا، وحاولوا تاخدوا فرصه في الحياه بتاعتنا قبل الاختيار ما يروح مننا. اغتنم خمسا قبل خمس، الرسول قال كده، اغتنم حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، ها سبحان الله يس، وشبابك قبل هرمك. الخمس حاجات دول، النهارده انا عندي وقت فراغ وقاعد في البيت لان انا ممنوع اروح اي مكان، طب ما ده وقت فراغ اهو، اغتنموا بقى في الطاعه والعباده، وقول يا رب يا رب يا رب يا رب احفظنا واحمينا واحمي اولادنا، وادعي للمسلمين وادعي للناس. وصدقني ما بتدعي لحد بظهر الغيب، الملك بيقول ولك بمثل، سيم تو يو، يعني انت قول يا رب كده ارزق صاحبي بزوجه طيبه وزوجه حلوه، الملك هيقول لك سيم تو يو، ربنا يحفظك بزوجه حلوه كمان، مراتك هتموتك لو قلت لك، لو قلت كده قدامها. طيب قول يا رب احفظني واحفظ اولادي واحفظ اخويا واحفظ اختي واحفظ اهلي واحفظ جيراني واحفظ اهل بيتي واحفظ اولاد بلدي، ربنا الملك يقول ولك بمثل كمان، ربنا ودعاء الملك مقبول، ادعي لناس بظهر الغيب.
ونتقرب لربنا، لان وقت الاختيار ممكن يروح مننا ويسلب مننا. وبنشوف الناس الان كل بيهرب من الكل عشان كورونا فيروس، عشان العدوى، عشان الانفكشن. يوم يفر المرء اهو بذكرنا بيوم القيامة من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. حبايبي ربنا يبارك فيكم ويحفظكم ويحفظنا جميعا ان شاء الله يا رب. وانا عايز اقول اخر كلمة صراحة before it will be over، يعني سبحان الله before it's over، يعني صراحة قبل الاختيار ما يروح مننا نحاول نرجع لربنا سبحانه وتعالى. لان قلت لكم لو الشمس طلعت من المغرب او الروح جت للغرغرة، خلينا نحموت وخلاص والروح جت للغرغرة والروح هنا طلع خلاص ما عادش توبة. او الشمس انا صحيح وسليم وما شاء الله وعندي عضلات، بس الشمس طلعت من المغرب والدنيا بقت ظلمه خلاص علامات الكبرى، هتيجي تقول يا رب انا عايز اتوب؟ لا مفيش توبه. حتى لو انت مفيش موت مفيش توبه خلاص. القران قال كده، لا ينفع نفس ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خير. هتقول عايز اروح الجامع اصلي اللي ما كنتش بتصلي، اتس اوفر خلاص، عدت يا جماعه عدت. ربنا يحفظنا واياكم ويحفظ المسلمين اجمعين ويبارك لنا جميعا يا رب العالمين. يا ريت تعملوا شير للفيديو ده هو لعلها تكون تذكره. كنت بتكلم عن الاختيار وبدأ يتسلب مننا شوية شوية، لأن احنا لما نموت ما عادش هيبقى فيه خيار أبدا لينا، هنبقى تحت أمر الله سبحانه وتعالى، إما إلى جنة أو إلى نار، أو القبر هيكون روضة من رياض الجنة أو يكون حفرة من حفر النار. الموت هيكون سهل أو هيكون صعب، والملائكة هتكون ملائكة البشرة وملائكة الرحمة وملائكة العذاب، وسؤال المنكر والنكير في القبر حاجات دي كلها ربك ودينك والرجل الذي بعث فيك، ومحدش هيقدر يجاوب على الثلاث أسئلة دول حتى لو كان عالم من علماء الأرض إلا إذا كان مخلص لله سبحانه وتعالى وربنا متقبل أعماله. Otherwise there is no acceptance، ربنا مش هتقبل من حد. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، يعني أحبكم في الله أكيد، يعني بدعي لكم بظهر الغيب، يعني أكيد بعرفكم اللي موجودين أغلبهم بعرفهم اللي قدامي، والمش موجودين ربنا برضو يحفظهم ويبارك لهم إن شاء الله. ودايما تابعونا ان شاء الله على قناة اليوتيوب، موجود فيها الدروس عربي وانجليزي، وموجود على الفيسبوك عندي موجود سيد جمعة، ممكن تخشوا ان شاء الله اضافة، واعملوا شير للناس اللي عندكم عشان الفيديوهات دي حد يسمع النصيحة دي ويستنفع بيها ان شاء الله، لعل الله ينفع بينا وبيكم ان شاء الله. ربي يحفظكم ويبارك فيكم ويحفظ اولادكم ويبعد عنا كل شر، اللهم امين يا ارحم الراحمين، ونراكم على خير باذن الله عز وجل. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.